حياتي والله العظيم غير مشكل عويص. العدد راهو في تزايد مستمر، وهذا يكون ناتج لعدة عوامل. راهي خذات أهمية كبيرة من ناحية الصحة العمومية. أولاد المريض شغل يستهزاو، حتى يجوز نهار يومين، دي فوا يديباس لي 4 أور هادو، سي ترو تار تماك. يجونا حالات بزاف، يجونا بوكو دكا، اي سورتو البروبليم سي ديرني طون سي دي كا كي سون دو بلوز اون بلو جون، سادير السن تاعهم صغير. انا نقول كمختص في علم الميكروبيولوجي، بعد كورونا يعني العالم باكمله لاحظنا امراض لم تكن في السابق. الشروق تحقق، الاثنين 9:15 على شروق نيوز.